رحلة جميلة جدا إلى بلد ساحرة وجميلة، أنا شخصيا نفسي أروحها جدا، واللي هتستضيفنا فيها الجميلة اللي قاعدة معانا دي أستاذة ابتسام سليمان، المخرجة للأفلام الوثائقية وباحثة في شؤون المرأة والطفل، صح؟ وكاتبة، صح؟ طبعا. أنا لسه ما حفظتش التايتل لا هو ده مظبوط. والإنسانة طبعا. أكيد طبعا، دي أهم حاجة من كل التايتل ده، إنسانة ابتسام سليمان. أنا بيعجبني التايتل ده، ما بيفرقش معايا خالص. طيب مبسوطة ماما، سيبك مني أنا. طبعا احنا دلوقتي بنتكلم على الإخراج والباحثة في المرأة والطفل وكل الأمور دي والإنسانة، علشان بنوصل رسالة إن احنا نعيشها ببساطة، طبعا صح؟ طبعا، وزي ما قلت، البساطة أصعب من التصنع، تمام، يعني هي لذلك فعلا دي نعشق حاجة مهمة، البسطاء تمام، إن احنا نوصل رسالتنا للي ببساطة. حوالينا، نتعامل معاهم بحب إلى أن يحدث شيء آخر، طبعا صح كده؟ طبعا طبعا طيب طبعا. ده ابتسام كإنسانة، ولا في تأثير للجبال الأطلسي والمغرب والحياة في المغرب والتقاليد في المغرب؟ أكيد طبعا في تأثير، يعني تمام. بعيد عن ابتسام كإنسانة، البيئة اللي أنا اتولدت فيها وعشت فيها بيئة بسيطة، فكل اللي حواليا كان بسيط، والجبال والروح الحلوة خلتني دايما أمشي على هذا الدرب، الدرب تمام البسيط. تمام وبرضه اعتقد اديتك حته فنيه شويه، يعني في اللبس ممكن تبقى في حته فنيه، في طبعا التفكير في الكتابه، في التفكير في الاخراج، ده برضه في حته فنيه. طبعا اكيد، الجبال اعتقد والبحر والحاجات دي، الوسط والبيئة بتأثر عليك في كل مجالات حياتك، ايوه فنيا إنسانيا كل حاجة. بيقول لك الإنسان أو الشخص وليد بيئته، مش البيئة والفطرة، هو في فطرة بيتولد عليها، يعني سبحان الله، بس البيئة والعوالم المحيطة بيك بتأثر، تمام، بتأثر على شغلك وحياتك الشخصية برضه. حلو قوي. هو سؤال بقى في الاخر كده غريب، مش عارف جه في دماغي دلوقتي وانا بحب اقول كلام طلع، انت تقربي للطيفه؟ ان يعني في شبه شويه في مع لطيفه المطربه. لا ده شرف ليا يعني، بس ما فيش اي قرابه، بس احنا يعني اتقابلنا كذا مره فعلا، وتقابلنا. بس حد قال لك فعلا ان في شبه ده؟ يعني انا صح، انا بفهم في الشبه ده يعني، شرف ليا يعني، طبعا دي هي انا بقولها ليه، لان هي فعلا جميله كلنا بنحبها فعلا، عولمه من عوالم المغرب كله. لا طبعا وفعلا جميله، يعني اسلوبها جمالها هادي ولذيذ، اسلوبها و... وعمر ما في حاجه اتقالت عليها خالص لا خالص مش كويسه، بتختار لا حاجتها بعنايه وكلامها بعنايه، بسيطه، بالظبط، هنقول في الاخر بسيطه. لطيفه بسيطه وابتسام بسيطه برضه، بس كده. احنا سعداء جدا ان انت هتبقي معانا، واسمعوا الحلقات دي جميله جدا جدا، وكمان ابتسام وعدتنا انها هتبعت لنا بقى ما يؤكد الكلام عن البساطة، ما يؤكد بقى الحاجات اللي بتعملها في الفيديوهات والأفلام التسجيلية وحاجات عن المغرب، فتابعونا على الصفحة وتابعوا الكتابات والحاجات اللي هتبعتها لنا إن شاء الله ابتسام. إن شاء الله، اتشرفت بيك يا دكتور، وميرسي على الاستضافة، وربنا يحفظنا كلنا ويحفظ مصر وشعب مصر وجيش مصر والمغرب وكل الدول العربية، وربنا يرفع عنا هذا البلاء إن شاء الله. إن شاء الله. تضرب.